بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سيتاسيون سيليبر، أقوال مشهورة أو كما نقول مأثورة. إذا نستمر مع مزيد من العبارات، نستأنف مع الأمثال الفرنسية. لا باسيونس فيا أبو دو تو، لا باسيونس فيا أبو دو تو، يعني أن الصبر يأتي على نهاية أو على جانب الكل. المقصود كما رأينا فيما سبق، عندما يكون عندنا venir à bout de، المقصود نجح في. هنا عندنا la patience vient à bout de tout، يعني أن الصبر ينجح في كل شيء. الصبر ينجح في الكل، المقصود أنه ينجح في كل شيء. la patience vient à bout de tout. إذن طبعا الحال هذه العبارة تذكرنا بالعبارة اللي كان سبق لنا شفنا، اللي هي avec du temps et de la patience on vient à bout de tout. إذن كما شرحنا فيما سبق، مع الوقت ومع الصبر on vient، يعني أننا نأتي à bout de tout، على طرف كل شيء أو على نهاية كل شيء، المقصود أننا ننجح في كل شيء. إذن مع الوقت ومع الصبر أننا ننجح في كل شيء. avec du temps et de la patience on vient à bout de tout. هناك مثل فرنسي آخر يعني قريب من الأمثلة، لا باسيونس فيا أبو دو تو، الصبر يأتي على نهاية الكل، المقصود أنه ينجح في كل شيء. لا باسيونس فيا أبو دو تو، الصبر ينجح في كل شيء. الإيز، هنا عندنا الفيرب إيزي، الفيرب إيزي يعني استعمل، ومن كلمة ليزاج، ليزاج يعني الاستعمال أو التجربة أو الخبرة. من كثرة الاستعمال الإنسان تتصبح عنده خبرة وتجربة. إذا نتكلم عن ليزاج، إذا كلمة إيزاج تعني الاستعمال أو التجربة والخبرة. هنا عندنا لو فيرب إيزي، إيزي يعني استعمل، وعنده واحد المعنى آخر يعني قريب لهذا استعمل، وهي أبلى. طبيعة الحال أنت تستعمل واحد الشيء، إذا طبيعة الحال هذا الشيء تصبح بالي مع الوقت أنه يصبح مستعمل، وبالتالي ما معنى كلمة مستعمل؟ يعني أنه غير جديد، يعني ليس بالشيء الجديد. إذا كلمة إيزي هي استعمل أو أبلى. طبعا الحال هنا عندنا المعنى الثاني، يعني عندنا الإيز، الإيز يعني أنها تبلي، يعني القلوب، إلي فولونتي، إلي فولونتي والإرادات، بليسيوم يعني أكثر أكيد، بشكل أكيد. سيغمون كما نقول بشكل أكيد، بليسيغمون يعني أكثر بشكل أكيد. كولو لا بيغ، كما يفعل الماء مع الحجر، لا بيغ يعني الحجر أو الصخر. إذا طبعا الحال تنعرف بأن الحجر أو الصخر شيء صلب، والماء طبعا الحال شيء ليس بالصلب، ومع ذلك مع كثرة استعمال الماء والمرور فوق الصخور فهو ينحتها ويجعل لنفسه ممرا منها. هنا عندنا لا باسيونس فيا أبو دو تو، الصبر ينجح في كل شيء. الإيز، الإيز لي كور، الإيز لي كور يعني أنه يبلي القلوب، يعني أن الصبر تطيع القلوب، تجعلها طيعة، يعني القلوب في الأول ما تقبلش واحد الشكل من العمل مثلا، ولكن مع الصبر هذه القلوب تألف هذا العمل، تألف صعوباته وتعقيداته. وكذلك اني فولونتي والإرادات، ممكن أن الإنسان ما يبغيش واحد العمل في البداية، ولكن مع الصبر أنه تيقدر يولي بغيه، تولي بغيه كما قلنا بالصعوبات ديالو وبالتعقيدات ديالو. إذن لا باسيونس فيا أبو دو تو، الصبر ينجح في كل شيء. ال إيز لكور يعني أنه يبلي القلوب، المقصود هنا أنه يجعلها طيعة، إلي فولونتي ويبلي أيضا الإرادات، جمع إرادة يعني أن الإنسان يريد شيئا. إذا طبعا الحال هاد الإرادات الصبر يبليها، المقصود أنه يجعلها طيعة. بلوس سيغمون يعني أكثر بشكل أكيد، كولو لا بيير يعني كما الماء
للصخر، المقصودون كما يبلي الماء الصخر، كما يجعل الماء الصخر طيعا، المقصود أنه ينحته ويجعله طيعا كما لو نقول لإرادة الماء. طبعا الحال لا باسيونس ديال أبو دوتو يعني أن الصبر ينجح في كل شيء. طبعا الحال هذا الصبر ينجح في كل شيء إذا كان مقرونا بالعمل، أما إذا كان الإنسان يرزح تحت واحد الحالة واحد الصعوبة ثم أنه يبقى صابرا ينظر، إذن هذا الأمر لم ينجح طبعا الحال. إذن طبعا الحال عندما نتكلم على باسيونس ديال أبو دوتو فضمنيا المقصود أن الإنسان يتابر. هذا الذي سنراه في المثال الموالي، لا بيرسيفيرونس، لا بيرسيفيرونس، لا بيرسيفيرونس فيها أبو دوتو، المتابرة تنجح في كل شيء. طبعا الحال المتابرة هي ضمنيا تتضمن الصبر والعمل. إذا لا بيرسيفيرونس فيها أبو دوتو، إذن المتابرة تأتي على نهاية أو على طرف كل شيء، المقصود أنها تنجح في كل شيء، المتابرة تنجح في كل شيء. لا بيرسيفيرونس فيها أبو دوتو. المثل الموالي او جو دي شاك في لعبة الشطرنج. لو جو يعني اللعبة ومنها فعل جوي، جوي يعني لعبة. إذن او جو دي شاك يعني في لعبة الشطرنج. لي فو يعني الحمقى، فو يعني أحمق، هنا عندنا لي فو يعني الحمقى. سون لي بلي بخي دو روا، هم الأكثر قربا من الملك. او جو دي شاك لي فو سون لي بلي بخي دو روا، يعني أن الحمقى هم الأكثر قربا من الملك. معنى هذا المثل أن بعض الأشخاص طبعا الحال تيكونوا في واحد المرتبات، تيكونوا تابع لشخصية قوية نظرا لقربهم من هاد الشخصيات، فيبدأون باستعمال صلاحيات هاد الشخصيات، يعني يضفونها عليهم أمام الناس حتى يستغلون وضعياتهم وقربهم من هاد الشخصية. إذن هنا هاد الأشخاص كأنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة بمعنى آخر وربما للمحاكمة. إذن أو جو دي شاك لي فو سون لي بلي بخي دي روا، في لعبة الشطرنج الحمقى هم الأكثر قربا من الملك. إذن طبعا الحل المعروف في لعبة الشطرنج البيادق القريبة من الملك تكون مستهدفة طبعا الحل. إذن نفس الشيء في الواقع، أو جو دي شاك لي فو sont les plus près du roi. في المثل الموالي، il faut estimer ce que l'homme fait non pas ce qu'il peut faire. يعني يجب تقييم، le verbe estimer يعني قيمة، يعني تتشوف واحد الشيء اشنو القيمة ديالو الحقيقية. اذا نتكلم عن estimer ومن الاستيماسيون، ومن ايضا هناك كلمة الاستيم، الاستيم يعني تقدير ديال الشخص. إذا نتكلم عن الاستيم مثلا فالعمل من ضمن الشروط باش الإنسان أنه يقبل العمل هو الاستيم، يعني أن يجد تقديرا فهاد الشركة أو فهاد المؤسسة. إذن إلفو استيم سكولام في، يجب تقييم ما الإنسان يفعل، المقصود ما فعله الإنسان، يجب تقييم ما فعله الإنسان، non pas ce qu'il peut faire، وليس الذي يستطيع فعله. إذن إلا قال لك الإنسان بأنني غنقدر نصنع واحد السيارة، إذن طبعا الحال ما غاديش نقيم واحد العمل اللي مازال ما كاينش. إذن طبعا الحال الإنسان اللي صنع السيارة، إذن هنا غنقيم العمل ديالو، علاش؟ بناء على ما تم فعله. إذا هذا هو المقصود بهذا المثال، il faut estimer ce que l'on fait non pas ce qu'il peut faire، يجب تقييم الإنسان على ما فعله وليس على ما يستطيع فعله. إذا الإنسان مثلا غيقول لك أنا غندير وغندير، إذا بطبيعة الحال يمكن لينا شيء نقيم هذه الأعمال اللي غيدير وهي باقا ما تماتش، على عكس هذا ممكن أننا نقيم الأفعال والأعمال التي تمت. Il faut estimer ce que l'on fait, non pas ce qu'il peut faire.
المثل الموالي il vaut mieux arriver en retard qu'arriver en courbillard. طبعا الحال courbillard المقصود بها سيارة الموتى، السيارة التي تحمل جثامين الموتى، إذن هذه تسمى كوربياغ. إذن واضح المثل. il vaut mieux، طبعا الحال عندنا الفارب valoir عد معاني كثيرة، مثلا يساوي أو يزود يجهز، لكن هنا طبعا الحال عدة تقريبا معنى ديال يستحق. فهاد المثل اللي عندنا أن فعل valoir تعني تقريبا يستحق أو من الأحسن. il vaut mieux يعني أنه يستحق أحسن. إذن il vaut mieux مقصود بها بمعنى آخر من الأحسن. arrivé en retard وصل متأخرا، المقصود هنا الوصول متأخرا، en retard في تأخر. كاريفي من وصل، en يعني من وصل في، كاريفي en من وصل في، المقصود أنه أحسن من الوصول في. في ماذا؟ en corbillard من الوصول في سيارة الموتى. إذن من الأحسن أن يصل الإنسان متأخرا من أن يصل في سيارة الموتى، المقصود أن يسير الإنسان بسرعة أقل وملائمة أحسن من أن يسرع فيتعرض لحادث لا قدر الله فيصل في سيارة الموتى. إذن من الأحسن أن تصل متأخرا من الوصول في سيارة الموتى. il vaut mieux arriver en retard qu'arriver en corbillard. il vaut mieux arriver en retard qu'arriver en corbillard. المثل الفرنسي الموالي un menteur n'est point écouté même en disant la vérité. un menteur n'est point يعني أن الكاذب n'est point écouté لا يسمع، ليس فقط لا يسمع، لا يسمع البتة. ني بوان طبعا الحال بوان تنعرفوها نقطة، ني بوان كما نقول لا يسمع منه ولا نقطة، يعني أنه لا يسمع بالمرة ميم أون ديزون لا فيغيتي ولو قائلا الحقيقة. إذا طبعا الحال الإنسان الذي يعرف عنه الكذب حتى ولو جاء بالحقيقة لن يصدقه أحد. إذا أن مونتور ني بوان إيكوتي ميم أون ديزون لا فيغيتي. في المثل الموالي on attrape plus vite un menteur qu'un voleur. on attrape c'est le verbe attraper هو فعل يقبض على. طبعا الحال عنده معاني اخرى، مثلا attraper une maladie يعني انك تلتقط مرضا، المقصود انك تصاب بمرض. عندنا هنا le verbe attraper on attrape plus vite un menteur qu'un voleur يعني اننا نقبض بسرعه على كاذب من سارق، يعني اننا نقبض بسرعه على الكاذب اكثر من قبضنا، يعني في السرعه اسرع من قبضنا على اللص، اسرع من قبضنا على السارق. on attrape plus vite un menteur qu'un voleur. المثل الموالي ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. ne remets pas au lendemain لا تضع للغد. طبعا الحال عندنا هنا لو فيرب روميتر، لو فيرب روميتر يعني انك تضع ثانية، هنا المقصود لا تترك، لا تترك للغد. ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. لا تترك للغد ما يمكنك فعله في اليوم نفسه. اذا طبعا الحال عندك واحد العمل تقدر غديرو اليوم، إذا من الأحسن أنك تتمه هذا اليوم من أن تتركه للغد. إذا لا رومي با أو لوندومان سو كو تو بو فار لو جور ميم. في شرح المثل لا رومي با أو لوندومان سو كو تو بو فار لو جور ميم إل فو أجير بوندون كيل طون، يجب الحركة، يجب العمل مادام هناك وقت. إل فو أجير pendant qu'il est temps، يجب العمل التحرك pendant qu'il est temps ما دام ان هناك وقت، اثناء هناك وقت pendant
لي طون، المقصود عندما يكون هناك وقت، ايفيتي وتجنب، وتجنب عندنا هنا المقصود وتجنب لا بروكراستيناسيون. لا بروكراستيناسيون مقصود بها هو التماطل، لا بروكراستيناسيون يعني التماطل وتجنب التماطل. ما معنى التماطل؟ يعني انك تقول بعد قليل سافعل كذا، ثم عندما ياتي الوقت بعد قليل سافعل كذا، ثم عندما ياتي الوقت فلنتركه للغد، ثم عندما ياتي الغد تترك العمل لبعد الغد الى اخره. اذا نتكلم عن لا بروكراستيناسيون يعني التماطل. il faut agir pendant qu'il est temps et éviter la procrastination, c'est-à-dire غنفسروا هاد لا بروكراستيناسيون c'est-à-dire le fait de toujours remettre les choses au lendemain. le fait يعني الفعل، يعني المقصود به مساله انك دائما تترك الاشياء للغد. et éviter la procrastination c'est-à-dire le fait de toujours remettre les choses au lendemain. بما معناه انك تترك دائما الاشياء للغد. car لانه on ne sait jamais ce qui nous attend demain. لانه لا نعرف بالمره ما ينتظرنا في الغد. car on ne sait jamais car on ne sait jamais ce qui nous attend. لانه لا نعرف on ne sait هذا لا فيرب savoir يعني عرفة. car on ne sait لانه لا نعرف jamais بالمره ce qui nous attend. ce qui nous attend يعني ما ينتظرنا. طبعا الحال هنا عندنا لا فيرب attendre. attendre يعني انتظر. ce qui nous attend الذي ينتظرنا demain في الغد. اذا طبعا الحال ممكن انك تترك العمل للغد، واذا بك في الغد تفاجأ بامر ما غير متوقع فيمنعك عن هذا العمل. لذلك من الأحسن أنك تقوم بعملك هذا اليوم قبل الغد. في المثل الموالي avoir trop avoir l'emporte avoir trop avoir l'emporte avoir. طبعا الحال عندنا الفعل vouloir. vouloir يعني أراد. je veux يعني أنا أريد. tu veux أنت تريد. il veut هو يريد. nous voulons نحن نريد. vous voulez أنتم تريدون. ils veulent يعني هم يريدون. à vouloir مع إرادة. مع إرادة trop avoir يعني trop يعني كثيرا ماشي تخي. trop trop بطبيعة الحال أكثر من تخي. trop يعني أكثر بكثير. avoir أن يكون لك. أن يكون لك بطبيعة الحال تنعرفوا بأن avoir هو فعل ديال الملكية. إذا هنا تجي على انفينيتيف. إذا هنا تجي باش يدلنا على الملكية ولو أنه غير مصرف. ومنها كلمة أخرى مثلا نتكلم أحيانا عن لزافواغ. طبعا هناك اسم تيجي من هاد التركيبة اللي هو لزافواغ. مثلا لزافواغ دون سوسيتي. دون سوسيتي يعني ممتلكات شركة، يعني ما تملكه شركة نسميه لزافواغ دون سوسيتي. إذا نتكلم عن ممتلكات شركة. إذا هنا عندنا أفولواغ ترو أفواغ يعني مع إرادة كثرة الامتلاك. مع إرادة كثرة الامتلاك. لومبيرتو أننا نفقد الكل. طبعا الحال عندنا هنا لا فيغ بيغدر. بيغدر يعني فقد. إذا عندنا هنا أون بيغ. أون بيغ يعني أننا نفقد. طبعا الحال نتكلم على أون كما قلنا فيما سبق. أون هو ضمير غير محدد. هو لا يعنيني بالضبط أنا أو أنت أو الآخر. ولكن هو يعني كل شخص. إذن avoir trop avoir l'emporte. المقصود هنا بأن كل شخص يريد أن يمتلك الكل l'emporte. هذا الشخص سيفقد الكل. هذا الإنسان يريد الكعكة ككل، لا يريد منها جزءا بل يريدها ككل حتى ولو حرم الآخرين. إذن أكيد أنه سيفقد الكل، لن يأخذ منه شيئا. هذا هو المقصود. إذا في الدرجة المغربية مثلا عندنا واحد المثال تيشبه لهذا المثال هذا اللي هو كبير الكرش تيديها كلها ولا يخليها كلها. كبير الكرش تيديها كلها أو يخليها كلها. إذا كما نقول كبير البطن يأخذها ككل أو يتركها ككل. إذا هنا عندنا كما نقول كبير البطن أكيد سيتركها ككل. إذا avoir trop avoir l'emporte.
المثل الموالي دوني سي دوني ريبروند سي فولي دوني سي دوني ريبروند سي فولي سي فولي إذن أعطى هي أعطى ريبروند تنعرف بأن بروند هو أخذ ريبروند يعني أنه أخذ من جديد طبعا الحال هو فعل آخر ولكن هو فعل مشتق من الفعل الأول كسائر الأفعال بطبيعة الحال عندما نضيف لها دعوه إذن فيعني ذلك بأن هذا الفعل سيعاد تكراره للمرة الموالية إذن دوني سي دوني ما معنى هذا؟ إذا أعطيت فقد أعطيت هنا كما لو نقول العطاء هو العطاء كما لو نقول هنا العطاء هو العطاء بمعنى إذا أعطيت فقد أعطيت reprendre أن تأخذ مجددا reprendre المقصود أن تأخذ مجددا c'est voler هو من السرقة طبعا الحال voler هي سرقة ومن كلمة le voleur ومن كلمة le voleur يعني السارق إذا دوني سي دوني إذا أعطيت فقد أعطيت وإذا أخذت مما أعطيت c'est voler فقد سرقت طبعا الحال هناك أشخاص يعطون شيئا ثم أنهم يعودون فيما أعطوا ثم أنهم يعودون على ما أعطوا فيأخذون هذا الذي أعطوه إذن هنا reprendre c'est voler إذا أخذت مما أعطيت وقد أعطيته وقد وهبته هنا يصبح عملك سرقة إذن donner c'est donner reprendre c'est voler كان عليك أن تفكر جديا قبل أن تعطي حتى إذا أعطيت فقد أعطيت فلا تتراجع فيما أعطيت دوني سي دوني غوبخوند سي فولي في المثل الموالي نو فيت با أوتخوي سوكو فو نو فودغي با كو فو فاس لا تفعل للآخرين طبعا الحال لا تفعل للآخر هنا عندنا لا تفعلون للآخر المقصود لا تفعل للآخر نو فيت با à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ما لم تريده بأن يفعل لك لا تفعل للآخر ما لم تريده يفعل لك ne faites pas à ne le va faire je fais, tu fais, elle fait ne faisons vous faites vous faites vous faites يعني أنتم تفعلون هنا عندنا أمر ne faites pas à autrui لا تفعلون للآخر سوك الذي vous ne voudriez pas ما لم تريدوه طبعا الحال عندنا هنا لوغ فولوار فولوار طبعا الحال هي أرادة هنا عندنا أمر ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ce que vous ne voudriez pas ما لم تريد qu'on vous fasse أن يفعل لك طبعا الحال عندنا هنا qu'on vous fasse هنا عندنا لوغ فيغ طبعا الحال تيجي بعد كو فلو سيبجونكتيف طبعا الحال تكون عندنا دك زائد الفعل تتكون عندنا قبل الفعل تتكون عندنا دك وطبعا ان الفعل تياخذ هاد الشكل هذا بحال دابا لو فاف ف لو سيبجونكتيف تنقولو كو جو فاس كو تي فاس كيل فاس كو نو فاسيون كو فو فاسي كيل فاس ف لو سيبجونكتيف الفعل تتسبقو هاد كو وتياخذ هاد الشكل هذا ديال الصرف تتولي عند المعنى ديال بحال اللي عندنا في اللغة العربية أن يفعل إذن كو جو فاس بأن أفعل كو تي فاس بأن تفعل كيل فاس بأن هو يفعل هنا عندنا كو فو فاس بأن يفعل لكم أو بأن يفعل لكم هنا عندنا أون كما قلنا تعني أيما شخص إذن هنا الجملة تتولي عندنا بحال يفعل لك بحال يفعل كون فاس إذن تتولي الجملة بهذا الشكل إذن العبارة تتولي عندها هنا كون فاس تتولي عندها المعنى ديال بأن يفعل هنا عندنا كون فو فاس بأن يفعل لكم فو عندنا هنا هي للاحترام إذن ممكن أننا نتكلم مع شخص بصيغة فو للاحترام إذن نو فيت با أوتخوي سوكو فو نو فودغيي با كون فو فاس لا تفعل للآخر لا تفعل للآخر ما لا تريدونه
أن يفعل لكم. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.